القنابل العنقودية عبارة عن قذيفة تعرف بالحاوية الأم، تحمل مئات القنابل أو الذخائر الصغيرة. تصمم هذه القنابل التي تسقطها الطائرات أو تطلق من الأرض لتنشر على مساحة واسعة توازي مساحة عدة ملاعب كرة قدم. وبما أن هذه القنابل تسقط عموماً بشكل حر، فقد تخرج عن النطاق المستهدف في حال عدم استخدامها بالطريقة الصحيحة أو إذا هبت الرياح مثلاً. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تنفجر كل القنابل الصغيرة، وتصبح بحكم الأمر الواقع ألغاماً مضادة للأفراد. فبعد سنوات من انتهاء صراع ما، تؤدي هذه الألغام إلى قتل عشرات الأشخاص، بينهم أطفال قد ينجذبون إلى ألوانها الزاهية. لا تزال القنابل العنقودية تستخدم في صراعات كثيرة، من بينها سوريا وليبيا ومناطق أخرى، على الرغم من حظر تصنيعها واستخدامها ونقلها وتخزينها بموجب اتفاقية أوسلو لعام 2010، إشارة إلى أن أكثر من 100 دولة تعهدت بإزالة الألغام من المناطق المتضررة بموجب اتفاقية أوسلو، لكن هذه المهمة طويلة وخطيرة.